أعلمهم أول شيء قايل للمدرسة يعني ماشي مدارس أول قرآن نقرأ قرآن يعني الياهل يوم يختم شو نقول له شو نلبسه شو قايل يعني نتابع يعني أمور الولد أو بنت لبسهم يعني لبس الاعترافي البنت لبسها ذهب وندور بيت لبيت يوم تختم القرآن والولد لبس عقال تراثي ونسير بيت لبيت ونقرا تومينه ونعلمهم الطبخ البنات شقال العرس الاول شقال يعني يوم يخطبون البنت يوم تعرس يوم اللي شوي اكبر بنات اللي اكبر الاطفال علمهم قد سنهم يعني وتعيد عليهم المدرسه شو قالت يده شو قالت يعني يحفظون ما شاء الله عليهم.